شنو اليوم خامس مصنع ديالو في المغرب. هذا المصنع اللي عنده خصوصية قوية بحيث أنه تنمى من حيث القيمة المضافة، من حيث التكنولوجيا. هذا مصنع 4.0، اندستري 4.0. كتشوفوا الروبوات في كل مجالات، كتشوفوا أيضا أن الكفاءات اللي كتشتغل هنايا كفاءات اللي ترقات ايضا، ولو عدد ديال المهندسين ولا المهندسات اللي كيشتغلوا في هذه المصانع. وكتشوفوا ايضا انه اول مصنع في المغرب اللي غيصنع البنيه الكامله ديال السياره، وهذا تطور كبير بالنسبه لصناعه السيارات في المغرب. بالنسبه للاستثمار ديال هذا الجزء الخامس، هو استثمار تقريبا يفوق 500 مليون درهم الا حسبنا البنايات، وكيشغل 270 كفاءة مغربية. انعكاس هذا المصنع جزء من التنمية ديال هذا الشمال، حيت ملي كتشوف المصنع كامل او البصمة كاملة ديال هذه المجموعة هنايا في المغرب، عندها كتشغل تقريبا 800 كفاءة. وملي كتشوف الصناعة ديال السيارات كلها كتشغل اكثر من 200 الف كفاءة. دونك كل واحد نقطة كيحمل الواد، وكل واحد كيساهم كفاءة بكفاءة في تنمية قطاع صناعة السيارات في المغرب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.